مساء الخير اعزائي المشاهدين، واهلا بيكم معانا وحلقه جديده ولمتنا الحلوه. لمتنا الحلوه النهارده معايا فيها نور وساره. اهلا يا نور. اهلا يا ساره. ازيك يا نور؟ اخبارك ايه؟ حنيني. الحمد لله. انت عامله ايه؟ يا رب العالمين. يا رب. بصوا كلنا مبتدئين النهارده الحلقه بروح التفاؤل كده، مش عارفه اخبارك جايبينها منين بس موجوده. عندنا امل. عندنا امل. احنا موضوع حلقتنا النهارده هيكون عن استقبال العام الجديد. ازاي نستقبل سنه جديده بعد سنه صعيبة علينا كلنا الحقيقة، يعني على العالم كله. يعني 2020 كل الناس عمالة بتقول يا ساتر امتى 2020 بقى دي تمشي وامتى مش عارفة ايه. مش عارفة ليه بيقولوا كده، مش عشان انا بقول ان ما حصلش حاجات مش حلوة في 2020، بس عشان بقول ان دايما السنين لما بتعدي كل سنة بنجيها نقول يا ده السنة اللي فاتت كانت ارحم، يا ده السنة اللي فاتت كانت ارحم. دايما بنقول كده ودايما متخيلين ان السنة الجديدة دي هتبقى احسن كتير والقديمة دي خلاص، قال يعني مثلا في باب اتقفل. هم قالوا كده على 2019 يا رب تيجي 2020. جينا 2020 ورقم حلو متفائلين بيه ومش عارفين. كانت سنة ما شاء الله حلو قوي. فهي مش شرط، اللي احنا نعمل اللي علينا والباقي على ربنا. 2020 زي ما كان فيها حاجات وحشة كتير جدا، واهمهم كورونا كوفيد 19 اللي هو تعب العالم كله واللي خلانا نفقد احباب كتير جدا فيها واصدقاء واعزاء على قلوبنا جميعا، الا ان اكيد كان فيها حاجات كمان حلوه جدا وتفائلنا بيها واحداث حصلت لطيفه. فتعالوا دايما نفتكر الحاجات اللطيفه عشان نعمل كده جرعه ايجابيه. نور. نعم. صباح الخير. صباح السعاده. هتستقبلي ازاي العام الجديد؟ هستقبله بامل زي ما قلت لك. عندي امل في ربنا ان شاء الله السنه الجديده تبقى سنه احسن شويه، اهدى شويه. احنا عرفنا كورونا وقدرنا نستوعب الى حد ما يعني الاعراض وبروتوكول العلاج، وبدا عدد من الدول واحنا كمان ان احنا نصنع ليها مصل، فدي حاجه مديانا امل الى حد ما في الفتره اللي جايه. كمان في امل بقى برضو في حته الشغل وامل في الحياه برضو الاسريه، يعني الواحد بيبقى عنده امل كده ان الدنيا كلها تتغير، او بيبقى عنده كمان قرارات جديده في بدايه السنه. يعني انا هنزل الجيم مثلا اكتر، هبطل العادات السيئه مثلا، عادات الاكل السيئه، الحاجات دي. في حاجات منها بتتنفذ وفي حاجات 90% الناس اماره بتسوق فيها. ساره هتعملي ايه؟ انا عايز اقول لكم الاول كل سنه وانتم طيبين، والساده المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا طيبين، ويا رب تبقى سنه بقى سعيده علينا وتبقى سنه حلوه وكلها خير وتفاؤل، والازمه اللي احنا فيها دي تعدي على خير ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشوف ان لازم الانسان يكون عنده حلم وهدف عشان يقدر يوصل له، ويقدر يحدد هدفه الاول عشان يقدر يوصل له. احلى حاجه مريت بيها في سنه 2020 ان انت تيجي تجيبي ورقه وقلم وتكتبي ايه احلامك اللي انت عايزه تحققيها. تكتبي كده خطوات كده معينه، مثلا السنه اللي فاتت مثلا انا عصبيه، خسرت شغلي مثلا، ابدا اهدي من نفسي واشوف ايه الحاجات اللي عكس الصفه الوحشه دي، واغير من نفسي واحسن من نفسي عشان احقق حلم اكون انا مثلا بتمناه. يكون الانسان طموح ومتفائل، يقعد مع ناس ايجابيين زيك يا ما. احلى حاجه في 2020 بالنسبه لي ان انا طبعا جيت البرنامج مع بومبونيت البرنامج كلها مع وسام. على فكره خدتها من على لساني والله. انت كنت سالتيني احلى حاجه حصلت في 2020 ايه؟ بصراحه ان انا يعني ان انا وانت اشتغلنا مع بعض يا محمد. والله يمكن طاقه ايجابيه وروح تفاؤل ما شاء الله، انا بشوفها كده ببقى مبسوطه. ربنا يخليك. انا طول عمري بقى بشوفك، وسواء هنا في قناه المحور او في مسبيرو، يعني بشوف قد انت جميله وراقيه وشيك كده، وبتفرج عليكي واتعلم من وانا. يعني عايزين نقلب الحلقه تبقى عليا انا بقى في البدايه كده. لا والله، لا والله، بس فعلا حقيقي يعني يا جماعه انا بتكلم جد والله، مش مجاملات، وحياه ابني اللي انا بقوله ده مش مجامله خالص ومش كلام عشان البرنامج. فعلا والله احلى حاجه حصلت لي في 2020 ان انا قابلت استاذه مها عثمان، واللي كان في ما بيني وما بينها قصه غرام من بعيد، وفي مراسلات كده من بعيد لبعيد على مدار سنتين وما كنتش قابلتها ابدا في حياتي، ولما اتقابلنا اتاكدت القصه دي. وفعلا لا يعني حقيقه ست مش ناوي اعيط ولا احنا بنتعلم من مكاسب 2020 حقيقيه. واحلى حاجه ان مكسبك في اي سنه او في اي وقت يبقى انسان، علاقتك بالناس يبقى انسان. ده حقيقة فعلا. مكسب صديق، مكسب اخت كبيره، مكسب ام، يعني هي الفكره كلها ان انت كسبت حد رفيق ليك هيبقى معاك لاخر العمر، سواء بقى بنشتغل مع بعض العمر كله، الدنيا هتودينا في حتة تانية، بس في الأول وفي الآخر أنت كسبت حالة إنسانية
ما ينفعش حاجه في الدنيا تخليك تخسرها، وده وعد مني ليك على الهواء. حبيبي قلبي، عمري في حياتي ابدا ابدا مش ناوي عليا الدمع ولا ناوي ابوظ الميك اب بتاعي عشان خاطركم. هي اخذت الكلام من على لساني، وايه بقى ابدعت بقى لا لا ده بقى انا عليا دمعت كده ومش هقلع. لا لا عيب عليكم، عيب عليكم بقى. خلاص طيب خلاص. امل امل تعالوا ايه، بص انا رافع حاجب للعام الجديد اساسا. ها هتعمل فينا ايه؟ على مهلك علينا. خليني ايه، مش عايزه لا دمع ولا اعمل. عايزين نفكر نبتدي بقى بجد من اول يوم راس السنه. سهرات بقى خلاص، مفيش سهرات السنه، مفيش اي حاجه. فهنبتدي بقى ايه، نفكر من اول يوم راس السنه ازاي نعمل حاجه لطيفه في بيتنا نسعد بيها نفسنا والاسره بتاعتنا واحنا قاعدين كده مع بعض. يعني يا ريت لو ستات البيوت تغير مثلا من نظام الليفنج روم حتى اللي هو المكان القعده الرئيسيه، يعني هاتي الكنبه دي هنا والكرسي هنا واعملي مش عارفه ايه، فتحي الستاير كده وحسسي كده الموجودين ان في حاله بهجه وسرور، حتى لو مش ده اللي حاسه بيه بالظبط. يعني ممكن تكوني مش ده اللي حاسه بيه بالظبط وحاسه مثلا بتعب وحاسه بارهاق وحاسه بتعب السنه اللي فاتت كله هيحل في الليله دي، لا خليها بقى ليله حاجات بسيطه السنه دي حاجه سعيده. هاتوا قناه افلام واتفرجوا على فيلم لطيف جدا، نعملوا موفي نايت اللي هو ايه، هنجيب كده فيلم ونقعد نتفرج كلنا مع بعض، هاتي فشار وهاتي لب وسوداني ومش عارفه ايه وحاجات كده، واعملي قعده مع اهلك وحاولي تساعديهم في اليوم ده بما ان مفيش خروجات ولا سهرات ولا كلام من ده. ونجيب الشجره يا مها في البيت ونزوقها احنا ونزينها كريسماس خلاص بقى برضه يعني اي حاجه. انا لما دخلت الاستوديو وشفت الشجره حسيت ببهجه، يعني مش معانا بس حسيت ببهجه. اي حاجه تضيف لك فرحه، تضيف لك لاهلك فرحه، صح دي حاجة حلوة قوي وهتأثر معاهم على فكرة. هتبتدي سنة جديدة وانت قايمة من النوم الصبح كده بتقولي صباح الخير. هو أهم حاجة أول يوم عندي السنة الجديدة، أول يوم ده دايما هو اللي بيعلم معانا بقية السنة. وانت مبتسمة صح، ده حقيقة. بصي في وش اللي جنبك أيا كان بقى، مين جوز أم ابن بنتك أي حد، قومي وانت مبتسمة في وشهم كل سنة وانتم طيبين، سنة سعيدة علينا يا رب. وخلينا أنا ببتدي بصراحة راس السنة حتى لما كان بيبقى فيه الخروجات والسهرات وكده، كنت 12 الى 5 اعزل نفسي واروح طالعه مثلا في فرندا لوحدي او طالعه في اي حته كده لوحدي، استجم مع نفسي انا وهو بس. انا والسميع العليم اللي عارف اللي جواكي، وتقولي له كل اللي في قلبك بقى. قلتي له ايه السنه دي في 2020 خليتيها غريبه كده يا مها؟ والله مش انا بصي انا مش عايزاكي تعيطي، انا عايزاكي تضحكي. لا ان شاء الله هنضحك باذن الله، يعني هو المكياج هيسيح شويه بس انتوا هتتقبليني بقى زي ما انا وخلاص. ما حصلش حاجه ما تقلقيش، مش مشكله. وحتى لو حصل طالما حبايبي معايا وفاهمين ان انا دمعت من موقف انساني، مفيش احلى من الانسانيات في الدنيا دي كلها. بالظبط. فكل اللي بنقوله في الاخر ان احنا فعلا نبتدي بخطه جديده، احنا عايزين نعمل اللي كان نفسه يخس يبتدي يخس، اللي كان نفسه يلعب رياضه يقول انا هبتدي بقى من اول السنه العب رياضه، اللي كان نفسه يعني يبتدي يحط خطط لذيذه كده ظريفه، عشان الحياه فيها صعاب فيها صعاب وهتفضل وجعانه هتفضل وجعانه. هي كده، هي اسمها دار شقاء، هي اسمها دنيا. صح، هي اسمها دنيا من الدنو يعني. فبالتالي مش مستاهله، خلاص مفيش حاجه مستاهله، صح كده كلنا ممكن باي باي. فخلينا نبقى حلوين، تعاملاتنا حلوه مع بعض وقلوبنا حلوه وبجد نبتدي متفائلين، واللي ربنا يبعته بقى احنا راضيين بيه. ثقه فيك يا رب انك انت هتبعت لنا سنه حلوه ان شاء الله تعوضنا عن السنه الكبيسه دي يا رب. ان شاء الله زي ما انت قلت يا ما، اهم حاجه حسن الظن بالله، يكون الانسان عارف ان ربنا ما بيجيبلناش اي حاجه وحشه، وعلى قد ما يبعت لنا بقى خير مش اي حاجه تجيلنا بقى احنا راضيين بيها. تمام. بس واحلى حاجه بقى ان الواحد يجي اخر السنه كده وزي ما يكون بيعمل جرد بقى، جرد للسنه اللي فاتت، تقفيل الحسابات، تقفيل بقى. انا عملت ايه بقى سنه طلعت ايه بقى، ابدا اشوف ايه الايجابيات اللي انا عملتها الحلوه اكبر منها السنه الجايه، ايه السلبيات اللي انا عملتها، خسرت مين من الناس، كسبت مين من الناس، ابدا اشوف ايه الحاجات الحلوه فعلا وازودها والحاجات الوحشه الغيها بقى خالص. صح، برافو عليك يا سارة. والله يا هو الجرد ده مهم قوي، هو لازم جدا كده. وفكره انه احتفالنا براس السنه، لما انت برضو كنت بتتكلمي عن احتفالنا براس السنه في البيت مع الاسره، اولا الدنيا برد وشتاء وتلج جدا، يعني برضو اللي بينزل وكده بيبقى عنده طاقه بقى وفرحه فجسمه بيسخن، لكن قعدتنا في البيت مع اللمه والدفى
هتخلي فعلا الواحد عنده احساس كده انه اللي جاي احلى، وان احنا طول ما احنا مع بعض اقوى ان شاء الله، وهنقدر نواجه اللي جاي كله ايا كان بقى بالحلو وبالوحش، وان شاء الله اللي جاي ما يبقاش فيه وحش. يمكن سنة 2020 كان فيها فبراير على فكرة، كانت سنة كبيسة، كان فيها فبراير كامل. فهي أصلا يعني فلكيا هي سنة كبيسة بعيدا بقى عن كورونا أو كده، فكانت سنة صعبة على كل الجوانب. يعني هي نصيحة لكل السادة المشاهدين، احنا بنجذب الطاقة يا السلبية يا الإيجابية، دي بمزاجنا احنا بقى. يعني بمنتهى الأمانة الواحد فعلا، أنا اتعلمتها من دكتورة أمل محسن ضيفتنا النهاردة، اللي هو ما تقوليش اف أنا تعبانة، ما تقوليش كذا، ما تقوليهاش، ما تكرريهاش، قولي لا بالعكس انا كويسه، انا قادره، انا هنزل، انا حتى لو مش حاسه بكده انا عارفه انها صعب، بس هي بالتمرين والله العظيم بالتمرين بتيجي. اكذبي الطاقه الايجابيه عشان هو ده اللي يعيش معاك. احنا معانا دكتوره هنا على التليفون. الو يا دكتور. الو الو. على فكره انت جميله قوي قوي قوي، وبعدين بتنسي عقل مهذب ولسان مهذب، انا بحس ان الجنت مهمل. يا حبيبتي ربنا يخليك يا رب. جميلة من زمان، ايام ما كنت سيادتك بتطلعي مع مذيعين كذا مذيعه، بس انت حاجه تانية خالص. ربنا يبارك لك يا رب، انا شاكره جدا. يعني الحلقه كلها عليك يا ماما. انا عايزه اسميكي قطة الشاشه يعني من جمالك واسلوبك. يا نهار ابيض، ما قلناش حاجه، احنا ما ضفناش حاجه. عندي قلبك زي لبن الحليب كده. الحمد لله يا رب العالمين. انا بحبك قوي مها، مش كده يا حبيبتي؟ اه يا حبيبتي ربنا يبارك لك يا رب، انا شاكره قوي لحضرتك. الخط اتقطع، انا كفايه على كلمتين دول، انا خلاص حاجه من عندنا نبي ماكيور بقى عشان في الفاصل والنبي اظبط عينيا. خلاص انا كده. بصي اهو، حب الناس ده رزق من ده من ونعمه من نعم ربنا. دي نقطه مهمه نتكلم فيها بجد. فاكرين من اول ما ابتدينا نعمل البرنامج وبقينا نقول ايه يا جماعه؟ اول حاجه قلتها لكم، لازم نحب بعض عشان ده بيطلع للناس. ده حقيقه فعلا، ده حقيقه. اللي بيغلوا من بعض بيطلعوا، واللي بيحاولوا بيتنافسوا بغير شرف بيطلعوا، واللي بيحبوا بعض كله بيظهر على الشاشه. بالظبط، جواكي بيطلع. الشاشه دي كاشفه بشكل لا يمكن حد يتصوره. ده حقيقه فعلا. فالحمد لله نعمه حب الناس وحبنا لبعض ده كزمان. الحمد لله يا رب العالمين، الف حمد وشكر. الحمد لله. انا كنت بقول لكم ايه من كام يوم، كنا لسه في الاول مش واخدين على بعض قوي، بس لما خدنا على طبيعي بعض طبيعي كيمياء. ابتدينا نهدى، ابتدينا اعصابنا ترتاح. لا بس انا يعني انا بادئه من بدري. من تحت الشمال. انا مش هتنزل عن الموضوع ده. لا بجد والله فعلا يا مها، طول عمرك يعني طاقه ايجابيه لكل الناس اللي حواليك. مش عايزه اتكلم اكتر من كده عشان ما تعيطيش. عشان خلينا نرجع ل 2020 و2021. احلى حاجه، احلى حاجه في السنه يا مها، ده حقيقه والله. تدينا كلنا طاقه ايجابيه. الحمد لله رب العالمين. وفعلا بنحس ان الحياه جميله، يعني ما بتبص في وشها كده تحس ان الحياه. الحلقه اللي فاتت ما كانتش حلوه عشان انت غيرك. مش فيها. والله والله عشان انت مش فيها. طب انا عايز اسالكم سؤال، تتخيلوا كده الاطفال الصغيرين عارفين الفرق ما بين السنه الجديده والسنه القديمه وداخلين عليها بايه ولا لا؟ لانه لا 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 ما حدش بيحس بده. مش بيقولوا خدوا فالكم من عيالكم؟ يعني الواحد كده لو راح سال طفل كده وقال له تفتكر السنه الجايه هتبقى عامله ازاي؟ لو قال له الايام كلهم عندهم شبه بعض. لو اتجرأتي وسالت الطفل اساسا السؤال ده الايام كلها بقت شبه بعض. شيلي بقى الحياه تاخديه منه فعلا. يعني مش هنعرف نعرف والله. لا مش هنعرف. لا 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 مش هعيط النهارده. عارفه يا بنات انا بعملها ايه؟ بقول في الاخر احنا بنهزر، هي في الاخر كلها ايام ربنا. والله مش فارقه، واللي مكتوب مكتوب، واللي مكتوب مكتوب، مكتوب واللي مكتوب. هنشوفه لا السنين بقت بتجري، كل خطوه السنين بقت بتجري بسرعه قوي. السنه بقت بتجري ورا السنه، ما عادش بتحسي ببركه. ولا احنا اللي ما بنجريش وراها ولا ايه؟ لا لا لا، احنا اللي رتم الحياه والايقاع بتاعنا سريع سريع. واحنا بنكبر، كل ما بنكبر سنه احنا نفسنا قدرتنا على التحمل بتقل. فاهمه قصدي ايه؟ فبتبص بتحس ان الدنيا بتلهسي وراها. فاهمه قصدي ايه؟ والله والله الواحد حاسس ان 2020 20 لسه خالص. السنه ما لحقناش. لا الحمد لله. تخلص بقى. عايزه تقولي لا عدت هوا يعني؟ لا ما عدتش اربع شهور في البيت ولا خمس شهور في البيت عدوا عليكي هوا؟ ده الناس بعد ثلاث ايام كانت بتوكوك على السوشيال ميديا. الكورونا والله علمتنا حاجات كتير حلوه. والله وعلمتنا ايجابيات وازاي نقعد مع بعض يعني ناخد منها الشيء الايجابي. ورجعينا الالعاب الحلوه والتسالي الحلوه اللي كنا بنعملها زمان، الكوتشينه والدومينو والسلم والتعبان وبنك الحظ. والستات اللي ما بتعرفش تطبخ اتعلمت الطبيخ. واللي ما كانش عنده هوايه بقى عنده هوايه. حقيقي ده فعلا. انت عارفه انا البيت الوحيد في مصر اللي ما عملتش كيك؟
ده الكيك ده كان اشهر حاجه في مصر. انا الوحيده في مصر اللي ما عملتش خلطه الدقيق. ان ريحه الفلفل تلاقي كل خلطه الدقيق مش عارفه ايه، مش عارفه اعمله خالص يا جماعه، بيطلع فشل ذريع. عملته مره يا باشا، عملته مره واحده في حياتي وما عملتوش تاني. خططك الجديده للعام الجديد، خططي الجديده للعام الجديد ثلاث حاجات، وانت يا ساره جهزي كده في بالك ثلاث حاجات. انا عارفه ساره لازم تفكر. والله بصي انا نفسي لو على مستوى الشخصي انا لوحدي يعني انتظم في الجيم اكتر شويه واحافظ على لياقتي وصحتي شويه، احاول ابعد عن العادات السيئه زي ما قلت كده في الاول، العادات الكتير السيئه اللي بتتعامل بقى الحاجات الجانك فود والحاجات التانيه اللي بتبقى جنبها، واحاول ابقى اهدى شويه، ما بقاش متسرعه وما اتعصبش برده بسرعه شويه، يعني اصلا لحد ما شويه برده دمي حامي فبقفش كده مره واحده، فببقى عايزه لا عايزه برضو اهدى كده شويه، ويمكن دي من ثلاث حاجات مهمين جدا بالنسبه لي. على مستوى العملي اشتغل اكتر، اشتغل اكتر على نفسي، مش اشتغل اكتر ان انا انتشر ولا لا، اشتغل اكتر على نفسي، ذاكر اكتر، لو في لو الفرصه اتفتحت ان انا اروح اخد كورسات تعززني في شغلي اكتر، سواء بقى في اللغه العربيه الفصحى او في الالقاء او في اي مكان. انت بتعملي براكتس، انت بتعملي خبره طبعا بوجودك طبعا في البرنامج كل يوم، وانت المبادئ عندك كلها صح وسليمه، فاهمه قصدي ايه يا نور؟ فانا دايما انت عارفه انا من داي وان وانا بقول لك انت حد كويس. انا كنت بتفرج كده على قطه الشاشه زمان وانا صغيره، كنت بتعلم كده والله. ايوه كنت بتفرج على المذيعه قمر والله. لا انا طول عمري والله لما بتفرج بتعلم. انت بتتعلمي من اللي بتشوفيه، دي حاجه مهمه. انت يا ساره خططك ايه؟ ما فكرتش في خطط معينه يعني ان انا اقول ده عايزه احققه كده. بس نفسي يعني يعني لما تقولي نفسي في السنه الجديده كذا، نفسي اطور من نفسي اكتر واكتر على المستوى العملي، احس ان انا انجزت في حاجه في حياتي. نفسي يعني اقرب من ولادي اكتر واكتر، واحس ان انا قادره ادلهم واعوضهم عن حاجات كتير، واشوف حلمي او حاجات اللي انا ما قدرتش احققها اشوفها فيهم. نفسي ربنا يطول لي في عمر مامتي، سنه بعد سنه دي اول امنيه بتمناها ان ربنا يخليها لي. نفسي يعني احتفظ بالصداقات والناس اللي دخلوا حياتي في سنة 2020 وفعلا وجودهم فرق معايا 180 درجة، يعني غيروا حياتي 180 درجة. يعني يقولك فعلا دور على الناس الإيجابية اللي في حياتك. انا لقيتهم في سنة 2020 وحابة ان انا اتمسك بيهم عمري كله، لان هم دول اللي بيدوني الطاقة الإيجابية، هم دول اللي بيخلوني ابص لقدام. الصحاب اللي بجد لازم نبعد عن الناس السلبيه. بالظبط، في تلاقي صاحبه وممكن تبقى ليكي صاحبه انتيم جدا وكل حاجه، بس تبصي تلاقيها مثلا ايه، اول ما اكلمك في التليفون هي بتكلمك بتسال عليكي كل يوم، بس بص تلاقيها بتشتكي في كل مكالمه على الفاضي والميان. ما بيزهقوش لا مش فكره ما بيزهقوش، هي فعلا بتمر بحاجات، بس خلي بالك من حاجه، زي ما بتخلي بالك من صاحبتك خلي بالك من نفسك، ان انت ما تتاثريش قوي بالكلام ده، يعني اقفي جنبها وسنديها وكل حاجه، بس ما تفضليش يعني بلاش الحاله تتنقل لها. انا كنت على فكره بقى انا بحاول اعدل من نفسي، وطول ما احنا ماشيين هنفضل نتعلم حاجات، لان اكتشفت ان انا بيجي لي اكتئاب، اكتشفت ان انا بتضايق وببقى حزينه ومتقوقعه في اوضتي ليه مثلا، لان انا عارفه ان صاحبتي عندها مشكله. دايما بتحطي نفسك مكان الناس، فافضل قاعده انا باعيه، ممكن أيوه. تكون هي المشكله اتحلت خلاص وانا عيانه بقى خلاص، ازاي مثلا جوزها يعمل فيها كذا، ازاي ولادها مش مقدرين كذا. فالواحد يبقى رحيم بنفسه، لانك لازم تبقي رحيمه بنفسك شويه علشان تقدري تواجهي الحياه وصعابها وكل اللي فيها. يعني ابعدي عن الطاقات السلبيه، اقفي جنب صاحبتك سنديها وكل حاجه، بس ما تخليش ده قد كده ياثر بالسلب عليكي. خليكي دايما انت اللي عندك الايجابيه اللي تعكسيها على صاحبتك دي، مش تاخدي انت منها السلبيه. يعني نحاول نفيد بعض بكده، لقيتك متضايقه مش هقعد احزن جنبك، لا احاول اخرجك انت من مضايقتك دي، فاهمه قصدي ايه؟ طبعا انت متضايقه من كذا يا نور، لا ده انت لسه المستقبل قدامك كبير، وانت لسه صغيره، وانت لسه كذا يا ساره، فاهمه قصدي ايه؟ دايما اديكي دافع حلو للحياه لقدام، ما تخافيش. صح، علشان ناخدها نقطه انطلاق ليكي وليها، تبقي انت ساعدتيها وساعدتي نفسك في نفس الوقت. يا سلام لو كل واحد يبقى حلمه ان هو يبقى جزء او يبقى مصدر طاقه ايجابيه للناس اللي حواليه، هيبقى كل الناس والله ما حدش حتى هيتعب. يعني الواحد ساعات كتير فعلا بيبقى بيتألم، بس لما بيجي شغله وبيلاقي الناس جايه من صباحيه ربنا وبتشتغل وتعبانه، اقل حاجه في الدنيا ان واحد يضحك في وشهم
طبعا. واقل حاجه في الدنيا ان هو يقول له كلمتين حلوين على الصبح علشان خاطر يعني الدنيا صعبه فعلا على كل الناس، فمش هبقى انا والدنيا ونقدر على البشر. كلمة كل الناس دي مهمه قوي، لان احنا نقدر ادوار اللي اصغر مننا. يعني ما تكبرش على حد وما تعلاش على حد. اللي بيقدم لنا الشاي جوه وكده ده بيقوم بعمله، بيقوم بخدمتنا علشان يساعدنا عشان نقدر ان احنا نكمل يومنا. اي عمل صغير لازم نحترمه ولازم نقدره، لان كلنا بنكمل بعض في الاول وفي الاخر. انت عارفه يا مها انا نفسي اعمل ايه بقى؟ بجد بجد نفسي اعمل عمل خيري. يعني كل ما الانسان يكون عطاء فعلا بيشحن نفسه طاقة إيجابية. سبحان الله والله العظيم. أدي دلوقتي عارفة إنها هتتضرب دلوقتي. ليه بس؟ بجد والله العظيم. نفسي تعملي عمل خيري. طيب والله العظيم نفسي بعد الفاصل هقول لك تعملي. شجعيني بقى. اعملي على محيطك بس. أيوه هنروح لفاصل ونرجع لكم مرة تانية نكمل. هنستقبل حياتنا وهنستقبل السنة الجديدة إزاي، لازم نحط خطط لمستقبلنا مع دكتورة أمل محسن. أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم مرة تانية ولسه بنتكلم عن نفسيتنا وإزاي نبتدي عام جديد بأماني جديدة بأحلام جديدة وننسى كل اللي عدى حلو ووحش، ننساه كله خلاص. معانا أستاذة دكتورة أمل محسن استشاري الصحة النفسية. أهلا بيك يا دكتور أمل. أهلا بيكو يا أمرات. أخبارك إيه؟ إزيك يا مهاجر؟ كل سنة وأنت طيبة. وأنت طيبة وحياتك كلها جميلة وطيبة زي قلبك. ربنا يخليك يا رب. تسلمي. دكتور عايزين نتكلم عن سنة 2020. بلا شك ان كان فيها يعني جانب كبير قوي مش لطيف اللي هو بتاع كورونا والحبسة في البيت، مع ان كان فيها مميزات الحبسة في البيت اكيد كتير أكيد. بس يعني كتير مننا فقدوا اصدقاء واهل واعزاء عليهم. ازاي نقدر ان احنا مع كل اللي مرينا بيه في 2020 من ظروف مالية كمان كانت صعبة على ناس كتير جدا، ان احنا نتفائل بالعام الجديد ويعني نبتدي كده بقلب مفتوح زي ما بيقول، عشان كنت رافع حاجب فقررت ان انا انزل الحاجب واستقبل بعام جديد. طيب هو ايه اللي حصل بقى؟ ايه اللي حصل في حياتنا قبل كده؟ ازاي يعني ازاي نعرف نسال السؤال ده عشان نعرف نلاقي اجابه على سؤالك؟ لازم كل واحد فينا كبير صغير شاب عجوز طفل اي مخلوق بشري أوكي. لازم انا كنت بدي دايما النصيحه دي انه قبل اي مناسبه يعني لازم الانسان يعمل انا هقوله ده اكتر من مره في السنه، مش بس في استقبال السنه الجديده، لا ممكن يعمله مره يوم عيد ميلاده ومره في استقبال السنه الجديده، ما فيش مانع مره كمان في النص. يعمل ايه بقى؟ يجيب ورقه وقلم ويقعد مع نفسه كده ويسال نفسه ايه الطريقه اللي انا قدرت بيها حياتي. ايه الطريقه؟ السؤال ده عميق 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 جدا. ايه الطريقه اللي انا قدرت بيها حياتي؟ هل انا شخص بيفكر ولا انا شخص انا فعل ولا رد فعل؟ انا بستنى الحدث فعل ولا مفعول به؟ انا بستنى الحدث لما يحصل عشان اخد رياكشن، اخد خطوه يعني اعمل تصرف، ولا انا شخص دايما بيفكر وبيعمل دراسات وحسابات ويبقى عامل حساب الاحداث اللي ممكن تحصل؟ تمام. الناس اللي بتبقى مرتاحة أكتر في حياتها أو أقل ضرر، يعني مين أقل حد الضرر في 2020؟ الناس اللي بتفكر، الناس اللي بتعمل حساب بالعقل لكل يعني جوانب حياتها، حياتها الشخصية والمادية والاجتماعية وهكذا. لأنه دايما في حلول. إحنا إمتى مخنا بيقفل؟ لما بنبقى في بانيك، فمخنا بيقفل خالص على الحلول ما بنعرفش نفكر. لكن لو انا شخص عامل حساباتي ان انا هيجي انا هشتغل لحد سن كذا ومثلا بعد كده انا هحاول استمتع، هكون حوشت او امنت نفسي او عملت حاجه، كل واحد بقى حسب ظروفه انه يكون مرتاح اكتر. مثلا انا ولادي في المدرسه الفلانيه فانا عارف هيعملوا واحد اتنين، كل واحد في ناس عامله بلان لحياتها وناس عايشه كده بالبركه على زي الريح ما يودي الريح ما يودي. فلما بتحصل بقى أزمة كوكبية يعني ده أزمة في الكوكب مش في مصر بس، فالدنيا بتقف خالص عندهم والضرر بيبقى عالي جدا. نعمل ايه بقى؟ نعلم الناس ان انت تتعلم من السنة اللي فاتت دي
مفيش حاجة في الدنيا وحشة 100%، مفيش حاجة في الدنيا حلوة 100% بنسبة ما، أوكي؟ فلازم نبتدي نشوف هو اللي حصل ده حصل يعني صدفة؟ لا، ده تطور لحروب بشكل معين بطريقة تانية غير الدبابة والمسدس والحاجات دي، في بقت في حروب تانية، هي هتخلص عند كده؟ لا، في حاجات تانية احنا ما نعرفهاش هتيجي. بحسابات الفلك وبحسابات العلم وكده يعني احنا في اخر الزمان، فما نتوقعش قوي ان الدنيا تبقى بامبي، يعني الدنيا هيبقى فيها بامبي وكحلي ورمادي واسود وابيض. بس ايه اللي غالب بقى؟ اللي هو دي المشكله، مش مين اللي غالب، مين اللي هيغلب؟ ده السؤال الاهم. فنعمل ايه بقى؟ يعني انا بقول كل كلمه الناس تفكر الاول، تعرف تسال نفسها السؤال السحري، انا قدرت حياتي ازاي؟ هو بس اللي هيبقى عارف يجاوب على السؤال ده، فيعرف فين غلطاته فما يعملهاش تاني في السنه الجديده. الناس تعرف تعيش قوه او اداره اللحظه. المشكله بتبقى فين تاني غير عدم التفكير؟ ان هو الشخص ما نضفش الصندوق بتاعه، ما نضفش نفسيته اول باول. فهو لما بتحصل مشكله ما بتبقاش عايش المشكله بس، ده عايش كل التحديات اللي قبلها، العواصف اللي قبلها، يروح جايبهم كلهم على قلبه كده حته واحده ويقعد مش عارف ياخد نفسه، زي ما بيقولوا يكتر، لانه يكتر هو المشاكل. اصلا لم يتعامل مع اللي فات، لم يتعافى ولم يتعامل، ومعرفش ياخد اي قرار مظبوط، واركن اركن اركن اركن. ففي الاخر لما بتحصل حاجه كبيره زي الجائحه وزي الحاجات القدريه الكبيره دي ما بيبقاش عارف يتصرف، فبيتقوقع او يكتئب او يهنج او يفشل، او يعني بتحصل حاجات كتير. فنصيحه نمره واحد، نفكر نتعلم سياسه الورقه والقلم او التسجيل، يعني اللي بيكره الكتابه او ما بيعرفش حتى يكتب، يعني انا حتى بقول الكلام ده لو حد ما بيعرفش يقرا ويكتب، ما فيش حد في الدنيا ما عندوش موبايل، سهل كل حاجه. يعني معلش انا خلاص بشوف كل يعني كل المستويات، كل الناس معاها موبايل، وما فيش موبايل ما فيهوش طريقه تسجلي بيها. اوكي، فاللي مش بيحب الكتابه او مش بيعرف يكتب او يسجل، عنده مشاكل في الكتابه، يسجل ويسمع نفسه. ليه بقى؟ لان انا لما بسمع نفسي او اقرا نفسي، يعني الاثنين نتيجه واحده، الامور بتتضح اكتر. واحيانا الناس بتستغرب، ايه ده، هو ده بجد، هو ده انا؟ فيبتدي دي نقطه بدايه مع نفسه انه يطور نفسه. واللي مش هيطور نفسه مفيش حد هيطوره. يعني الانسان اذا ما راجعش حساباته بعد اللي حصل في 2020 وبدا يعرف هو ادار حياته ازاي، ويكون عنده رؤيه لاداره جديده لحياته في ظل الظروف اللي هي ما خلصتش، يعني 2020 هتخلص بعد ايام بس الظروف ما خلصتش طبعا. اوكي، صح. فاحنا ازاي بقى هنعرف نتعامل؟ فلو هو ما عرفش يعني ما عرفش يلاقي حلول ويعمل كده فيوتشر بلان، هتبقى الحياه صعبه عليه قوي. طبعا. تمام؟ اوكي. نبتدي نتعلم ثقافات جديده يا جماعه. يعني نتعلم ثقافات جديده، بمعنى ان احنا ما نفرحش بالخروج والانفتاح ونقتل بعض. انا بشوف ان احنا بنقتل بعض. ليه بنقتل بعض؟ لان مش معقول المواصلات لازم يكون ليها حل. لازم يكون العدد اللي بيركب جوه المترو او جوه الاتوبيس او جوه الميكروباص او اي وسيله مواصلات، لازم العدد يقل، يكون في قانون لكده، لان غير كده انا بقول لك اللي بتعمل زحمه جوه المكان انت بتقتل، انت قاتل طبعا، انت داخل او بتساهم في القتل طبعا. فهي المواصلات والاماكن المزدحمه هي السبب، لا المواعيد، مع احترامي الشديد يعني لكل القوانين، لا المواعيد مالهاش علاقه بالموضوع. بالظبط، لان يا دكتور انا الساعه 8 بالظبط، الساعه 8 مش الساعه 12 مش فارقه، من 8 ل 12 وبعدين عملوها 8 هيبقى في زحمه طبعا. عملوها 7 هيبقى في زحمه بالظبط، عملوها 1 بالليل هيبقى في زحمه بالظبط. هي المشكله يا دكتور على فكره مش ان الواحد يبقى يعني مثلا خايف على نفسه حتى من ان هو يتعدي او ان هو يحصل له حاجه، المشكله ان هو لازم يكون حاسس او حاسب ان هو شخصيا ممكن يكون حامل للمرض، بس هو مناعته كويسه فمش باين عليه حاجه، ولكن ممكن يعني يعني كده اذيت حد وقتلته فعلا، يعني هتأذي نفسك وممكن تأذي اهل بيتك عليه نفسه. مش لازم اقتله. ايوه بالظبط. نبتدي نفكر بقى في الاكل الصحي، يعني يعني ارجوكم اللي بيرفع المناعه، الاكل الصحي ده اكل بسيط جدا والاسهل في كلامي، يقول لك امتنع عن كذا لانه في حاجات بتدمر المناعه. معلومات دي نقلا عن اطباء، دي طبعا مش اختراعي طبعا، انه لازم نبطل السكر والدقيق الابيض والمواد والزيوت المهدرجه والحاجات المصنعه والمش يعني ده كلام منشور وموجود في كل حته. فامتنع عن اكلات
وخليك نباتي وكل سلطه وفاكهه وخضار كتير طازه فريش مطبوخ ني في ني. اشرب ميه كتير، خد الفيتامينات اللي هي بيقولوا عليها الاطباء في كل البرامج وعلى كل النشرات ان دي هتفيدك مش هتضرك، من ضمنها فيتامين سي مثلا والزنك والحاجات دي. فالحاجات دي مهمه قوي ان احنا نعملها عشان نحاول نحافظ على بعض، مش بس على نفسك انت وعيلتك والناس الكبار وكده. طب ده بالنسبه للصحه يا دكتور. الواحد سوري يا جماعه معلش اثر في تليفون معانا تليفون. طب يلا طب يلا بينا. الو الو يا احمد. الو الو استاذ احمد. طب قفل اتفضلي. طيب دكتور انا كنت عايز اسال حضرتك بالنسبه ده كان صحيا او بالنسبه للمناعه، ازاي انا اجدد طاقتي عشان استقبل سنه جديده باحداث جديده، لانه معظم الناس خارجه من 2020 بطاقه يعني لو باتري يعني طاقه قليله خالص، فازاي الواحد يبقى عنده طاقه بقى؟ خليني اقول لكم على كده حاجات بسيطه جدا وبرده مش محتاجه فلوس ولا مصاريف ولا اي حاجه. احنا بنتولد اصحاء مفروض ان شاء الله بعون الله يعني باذن الله 100%. وعندنا حاجه اسمها شيلد او اورا او الهاله بتاعتنا. انا بسمي الاورا دي الحمايه الالهيه. كلنا بنتولد باورا تحفه صلبه قويه جميله جدا اللي هي بتحميكي طاقيا. كويس. كل ما بنكبر الاورا دي ممكن يا تضعف يا اما تفضل زي ما هي. اوكي. ايه سبب انجذابنا للبيبيهات افندم؟ ده سبب انجذابنا او حبنا ان احنا نقعد مع بيبي واحنا متضايقين. هو البيبي ده ملاك وطاهر وما عندوش ذنوب وما عندوش يعني ما عندوش حاجه غير انه يضحك لك، ولو عنده طلب هيزن شويه والموضوع بسيط قوي. احنا معانا معلش تليفون معلش يا دكتور عشان نجاوب على سؤاله بس. حاضر. انغام. انغام السلام عليكم. اهلا عليكم السلام يا حبيبتي اتفضلي حضرتك. اهلا بيكي. اخبار سنه 2020 ايه معاكي؟ والله مش تمام خالص. مش تمام خالص. ستر يا رب. طيب حصلت احداث فيها مش لطيفه بس بلا شك ان حصلت احداث ثانيه كويسه برضو صح؟ اكيد بس المشاكل بردك كتيره انا قلت اتكلم مع الدكتوره بردك تشوف لنا حل. قوي قوي يا حبيبتي اتفضلي قولي لها انت ايه بتفكري في ايه وحاسه بايه ونفسك تحققي ايه وهي هترد عليكي دكتور امل اتفضلي. انا بس كل مشكلتي في الدنيا ان مش لاقي الامان ده. الامان دوت طبعا حاجه مفروضه والناس اللي بنحبهم دايما بيبعدوا عننا، فنفسي اشوف حل ان انا برضك اقدر ان انا ابعد عنه. سنه 2021. طيب هو الامان بيتزرع من جوانا، يعني لو انت ما عندكيش احساس بالامان دي مش حاجه جديده مش بتاعه 2020، دي حاجه قديمه ترجع للطفوله ترجع لظروف نشاتك ممكن ترجع لحاجات مريتي بيها في حياتك من وانت صغيره. فكل ما بتكبري كل ما الاحساس بعدم الامان بيتاكد جواكي. انت لازم تعرفي امتى اول مره في حياتك حسيتي بعدم الامان، كان عندك كام سنه وكانت ايه الظروف اللي انت مريتي بيها عشان توصلي الاحساس ده. بس هي ملهاش علاقه ب 2020 صح ولا انا بقول غلط؟ انا مع حضرتك بس احنا ادينا الامان لناس بس طلعوا مش قد الامان دوما. يبقى انت دلوقتي عندك صدمه قريبه حصلت لك قلبت عليكي مواجع كتيره من قبل كده، فدلوقتي بقى احساس بعدم الامان هو اكتر حاجه ظاهره وبنلبسها ل 2020. والله بصراحه هم على مدى الثلاث سنين دوما. انت متجوزه يا انغام؟ ايوه متجوزه. ايوه متجوزه بقالي 14 سنه. جوزك خانك؟ كنت لسه هسأل. لسه جوزك معاكي؟ جوزي موجود معايا بس انا عايزه اسمع بس ايه بقى؟ بس يعني على خلاف؟ مش خلاف ولا حاجه، مع زوجه ثانيه. هو اتجوز عليكي يعني كده؟ ايوه ايوه اوكي يا طب انت علاقتك بعيلتك انت باباكي ومامتك متواجدين؟ واجدين وكويسين والعلاقه كويسه بس المشكله بس في علاقتي مع جوزي مش قادر يفهمني، يعلق غلطاته عليا حاجات كتيره. بيعلق غلطاته عليها يعني هو طب ماشي يا انغام هي دكتور هترد عليك. هو جوزها اتجوز عليها، هي موجوعه، هي عايشت معاه 14 سنه وفي الاخر اتجوز عليها.
فهي حاسه بعدم امان، اللي امنت له العمر ده كله اللي اديته حياتي كلها فجاه شكرا سلام عليكم، او هو مكمل معاها هو بس مكمل هو معاها هي حاسه ان في حد دلوقتي شريك معاها. هو كمان اللعبه اللطيفه اللي هو جوزها بيلعبها ان هو بيرمي المسؤوليه عليها بيقول لها ان انت السبب ان انا اتجوزت عليكي دايما كده طبعا. فانا عايزاكي تستعدي ثقتك في نفسك وتسالي نفسك انا قصرت ولا ما قصرتش، كوني امينه مع نفسك، ولو اكتشفتي انك قصرتي في حاجه صلحيها لنفسك مش علشانه عشان تتوازني، وثقتك في نفسك هي دي اللي هتخلي الامور احسن حواليكي، وحاولي تلاقي نفسك في حاجه وما تركزيش معاه خالص. ونتقبل فكره ان هو اتجوز، ونتقبل فكره ان هو عنده حياه، بس هو موجود في حياتك. وفي نظريه في علم النفس بتقول ان احنا اللي بنركز عليه بيزيد، فاذا انت فضلتي تركزي على النواقص اللي عندك النواقص هتكتر وعدم الاحساس بالامان هيكتر. فانت ركزي الاول فين التحدي، فين المشكله، هل انت كنت مقصره، هل انت اهملتيه شويه وتشغلتي بولادك، هل 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 هل. لما انت تجاوبي على الاسئله دي وتتعاملي معاها هتلاقي حياتك بتتحسن. يعني ما اقدرش، ما عنديش تفاصيل اكتر اقدر اقولها. تمام كده احنا جاوبنا على انغام. نرجع تاني بقى لسؤال تجديد الطاقه يا دكتور. تجديد الطاقه بقى طاقتنا ليه كل ما بتكبر طاقتنا ممكن تضعف وممكن لا، بس يعني سبب ان طاقتنا بتضعف المشاعر اللي بتبتدي السلبيه اللي بنتبناها او بنعيشها، ألم من هنا، شخطايا من هنا، إحساس بالعجز، إحساس بالخوف، التربية طريقتها، شوية تفاصيل كتيرة كده بتخلي الأورا تبقى ضعيفة. كمان إذا أول سبب لطاقتنا بتبقى مسحوبة المشاعر السلبية والغضب والحزن الشديد والخوف والإحساس بالذنب اللي بيحصلوا نتيجة حاجات يعني أحداث في حياتنا وإحنا مش بنتعامل معاها، بنركن بنركن بنركن. بلس انه طريقه التنفس 90% من البشر شافوا بيبي هو بيتنفس، البيبي ده بقى نايم على ظهره، بطنه بس، بطنه مش صدره، بطنه بتطلع لبره وتنزل مع الشهيق والزفير، وبيبقى لسانه في سقف الحلق. في حاجه في كل مدارس الطاقه اتكلمت عليها اسمه التنفس الطاقي او البطني، انا مسمياه التنفس الفطري. لان انا كل ما اتعلم حاجه الاقيها انها موجوده في الفطره بس احنا ما كناش واخدين بالنا منها. فما هو التنفس الفطري؟ بتنفس البيبي اللي هو انت بتقعد قاعده مريحه ما بتبقاش او تمدد، يعني زي ما انا قاعده كده بس ما بينفعش احط رجل على رجل، وبغمض عيني وابتدي الاحظ الشهيق والزفير بس، واظبط واقفل كل الاصوات اللي حواليا واعمل ستوب ووتش مثلا 5 دقايق، ابتدي بخمس دقايق هاخد شهيق من مناخيري املى بيه بطني واكتمه اقل من الثانيه، واطلع الزفير بالراحه خالص ولساني في سقف الحلق زي البيبي. اوكي حلو. في اللحظات دي ايوه اعملي معايا مها ايوه، يعني عملناها دلوقتي سوا ثواني كلنا هنحس بان احنا ريلاكس جدا. التنفس ده سحر. يعني نتائجه عظيمة، نتائجه ساحرة. بيعمل ايه بقى التنفس البطني او الطاقي او البريدنج تكنيك ده او الفطري؟ يعني بيعدل الاورا، بيقوي الاورا اللي هي الحماية الالهية اللي احنا مولودين بيها واحنا بوظناها، احنا هنقرر نعدلها او نظبطها. بيعمل اتزان في مستويات الطاقة في الجسم، بيهدي الاعصاب. طول ما احنا بقى بنعمل البريدنج تكنيك ده ومركزين بس كده، مستحيل فكرة سلبية تيجي في راسك وتعرف تعيش قوة دلوقتي اللي هو power of now. لو مخك اتعود الواعي واللاواعي على ان انت يبقى عندك 5 دقايق الصبح و5 دقايق بالليل بتعمل كده، اعمله كده والاسبوع الجاي ابقي خدي انت التليفونات انتوا الاتنين وقولولي الفيدباك بتاع الناس اللي عملت كده ايه اللي حصل لها. تمام. طب احنا معانا تليفون ليلى. أوكي. الو يا ليلى. ايوه اهلا وسهلا. اهلا بيك حضرتك. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. لو سمحت عايزه اسال الدكتور على حاجه. اتفضلي يا حبيبتي. انا دايما التفكير شغال على طول، ما بفصلش، يعني بفكر دايما في حاجات على طول، ما دماغي يعني حاساها حتى وانا نايمه مش مفيش شغاله. ودايما بحس بالخوف من القلق دايما متوتره على طول. طب هقول لك على حاجه، في سؤال سحري كده انا انصح حضرتك. اولا طول ما انت قدامك دلوقتي انا ما اقدرش اشيل الترابيزه دي، اكيد هي باينه، ما اعرفش ولا مش باينه، ترابيزه أيوة. كبيره قوي،
انا ما ينفعش اشيلها لوحدي، ولو شلتها لوحدي يعني هتأذي او هتعور او هتبقى تقيلة عليا، فعلشان اقدر اشيلها يا اما حد يشيلها معايا، يا اما اشيل بقى البنورة اللي فوق دي الاول وبعدين الطبق وبعدين، فتبقى خفيفة فاقدر احركها. بالظبط بنعمل كده مع المشاكل، طول ما انت حاسه بتقل على قلبك وعلى صدرك ومش عارفه تتحركي لانك حطيتي كل الشيله بتاعتك قدامك، عمرك ما هتعرفي تزحزحيها غير لو قطعتيها او يعني او فتفتيها او عملتيها شرايح اجزاء يعني اجزاء. فنعملها ازاي اجزاء؟ هنجيب ورقه وقلم ونكتب ايه بالظبط المشاكل، 1 2 3 4، وهمسك واسال نفسي سؤال سحري، الحاجات دي كلها بتاعتي؟ يعني الحاجات دي كلها تخصني؟ مسؤوليتي يعني؟ مسؤوليتي؟ ولا في حاجات تخص عيلتي وتخص جوزي وتخص عيالي وتخص اختي وتخص صاحبتي وتخص وهكذا، وحاجات تخص المجتمع وحاجات تخص الكورونا وحاجات تخص. فلازم الاول اقسم الورقه نصين كده بعد ما اكتب كل اللي مضايقني واشوف ايه بتاعي ابتدي اتعامل معاه الاول. ولما احل الحاجات بتاعتي دي واحده 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 واحده، ابتدي بقى اخش على اللي مش بتاعي اللي انا متبنياه وعايشاه بنيابه عن اطرافه. مشاكل عند اولادك، مشاكل عند اخواتك، مشاكل عند مامتك. ابتدي بنفسي لان انا لو انا تعبانه انا مش هعرف اعمل حاجه خالص. عايزه تقول لنفسي ولا لغيري؟ تقولي ايه يا ليلى؟ اتفضلي. انا انسه. تمام. انا مخلصه ثانويه عامه. ايوه. بس انا دايما تفكير يعني، حتى الفتره دي يعني انا بحس ان انا بغيب، بفتكر حاجات وبرجع تاني ومش عارفه، بحس ان انا تايهه لما بتيجي حاجه كده، بتحسسني ان انا مستغيبه عن الناس، بس بشوفهم قدامي بس انا في وضع تاني. تايهه ما بين اللي في دماغك أيوة الخيال وما بين الواقع. ايوه انا تايهه وبحس ان انا معاهم يعني، بس انا مركزه في حاجه تانيه. طيب حضرتك عندك انيميا؟ بحس ان انا حضرتك عندك انيميا؟ عملتي اي تحليل دم قريب وتاكدتي؟ عملت تحليل انيميا 12 يعني. تمام. مفيش اي انيميا. تمام. ما عنديش. بتشربي ميه كفايه؟ لا. طيب. كتير. الميه بتتحسب كل 20 كيلو في وزن الانسان يساوي لتر ميه، ده اللي اي بني ادم يوزن نفسه ويقسم على 20 يطلع عدد يعني اللترات. لو 60 كيلو تاخدي 3 لتر ميه. بالظبط. فدي اقل ميه جسمك محتاجها، فقلة المية بتعمل مشاكل في الذاكرة والتركيز وحاجات كتيرة قوي. كمان أنا عند الدكتور واداني علاج اكتئاب. تمام. لا، علاج الاكتئاب بس أنا يعني أنا مش حاسة إن هو في اكتئاب، بس أنا يعني تركيزي مش معايا، دماغي ساعات بتيجي بتفصل يعني، أنا حاسة إن هو دماغي هي اللي بتفصل. طب جربي البريدنج تكنيك اللي أنا اتكلمت عنه من شوية، واشربي مية كفاية. وما انا مش بنصح ما دام ما عندكيش اكتئاب ما تلخبطيش جسمك بكيمياء ادويه ملهاش لازمه، ولازم تبتدي تقري عن اليوجا والميديتيشن والجروب ثيرابي، الحاجات دي بتفيد جدا 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 جدا. تمام. وخففي عن نفسك الاعباء يعني، دي لو حاسه باعباء كتيره خففيها. انت مجهده خالص يا مها. انت مجهده. هي مجهده شغله نفسها بحاجات كتير. شكرا. اخر سؤال يا نور اتفضلي. عايزه اسال حضرتك بقى، ليه الستات بتبقى متحمسه ومبسوطه اكتر ببدايه السنه الجديده والرجاله ما بيبقوش عندهم نفس الحماسه دي؟ عشان الستات مستنيه هديه. لا، ما هي بتبقى عارفه انه ما فيش هديه جايه، بس لا يعني نسبه الستات اكثر انها تغير وتشتري وتعمل ديكوريشن وكده، بتبقى يعني ضغط على الست، حتى لو في شجره الكريسماس او بدايه السنه الجديده بتبقى الست اللي بتعمل ده او بتسعى لده. ليه الراجل ما بيبقاش عنده نفس الحماسه لاستقبال السنه الجديده؟ لان الراجل مش كل الرجاله ومش كل الستات، الراجل مخلوق والست مخلوق. يعني ده ربنا خلق ده بنظام وده خلق ده بنظام. احنا بني ادمين لكن هو مذكر واحنا مؤنث. الست عندها اكتر من شيء بيدفعها لحاجات في الحياه، يعني عندها انها كونها امراه، وعندها انها كونها انثى، وعندها ان هي زوجه، وعندها ان هي ام، وعندها ان هي ابنه لاهل، وعندها اصحابها، وعندها شغلها، وعندها رياضه، وعندها حاجات كتير قوي تعملها، فعندها حاجات كتير ممكن تبقى بتحفزها انها تبدع. والمراه بشوف انها اكثر ابداعا، والله اعلم، مش عايزه الراجل يزعل مني، بس يعني المراه لما بتبدع بتبقى يعني مبدعه بزياده، عندها ابداعات مش ابداع واحد. تمام. الرجل بطبيعته شخصيه عمليه شويه، يعني شغله مش مشاعره اللي بتحفزه. اللي بيحفزه اشياء ليها علاقه برضه بالمشاعر وكل حاجه، بس هو يعني
اهم حاجه عنده فلوسه ومستقبله وكاريره ورجولته بتتحقق في هويته كراجل ناجح في شغله. ومش من مش مطلوب، انا مش المطلوب خالص، مش انا بشوف ان دي مش يعني هو مش ده مش تخصصه انه الراجل يروح يعمل ديكور في البيت يعني او يعمل او يجيب يعني هو راجل يدفع المصاريف بتاعه الشجره وبتاعه الورد وبتاعه الزرع ولما تتعامل يعني على الاقل يدي احساس ان هو فرحان بيها. ده دور المراه بجد يعني الست هي اللي بتخلي البيت جنه طبعا طبعا او تخليه جحيم. فهو في دور على المراه والدور ده بتاع يعني ربنا نظمه طبعا. والقوانين نظمته والعلوم الاجتماعيه برضو نظمته وهو والراجل برضو ليه حاجات مفروضه عليه ما ينفعش حد ياخدها لو شاركناه فيها بيبقى يعني نوع من انواع التفضل او المشاركه. هو مش فرض عليا اعمل حاجات معينه لكن هو فرض يعني كل واحد فينا عليه فروض عليه فروض طبعا صح بالظبط. والتوازن في الحياه دي حاجه مهمه بتدي سعاده. تمام دكتور امل ميرسي كالمعتاد. ميرسي. انا متفائله بالسنه الجديده عشان ابتديتها بوشك الحلو. ربنا يسعد قلبك يا رب. بس دي اهم حاجه عندي ان انا لحقت في السنه اختم السنه دي ونبتدي كده ان شاء الله سنه جديده مع بعض. يا رب تبقى سنه جميله عليكم يا رب. على حضرتك طيبه على ذات المحور وعلى كل سنه والوطن العربي كله. كل سنه وانت دايما جميله ومنوره حياتنا يا رب. ربنا يخليك يا رب يا حبيبه قلبي. اعزائي المشاهدين نرجو ان احنا نكون ادينا يعني لمحه كده عن السنه الجديده وازاي نبتديها ونكون بسينا فيكم شويه امل ولو بسيطة جدا يبقى عملنا حاجة حتى مفيدة في يومنا. أعزائي المشاهدين بكرة نلتقي إن شاء الله ولما حلوة جديدة الساعة 6.